كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونتشينا أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تريد دخولها في حرب تجارية مع الصين، إلا أن رئيس ترامب أبدى تمسكا بما وصفه بالدفاع عن مصالح أمريكا. يبدو أن كل من الولايات المتحدة والصين تقتربان أكثر فأكثر من الدخول في حرب تجارية، تطورات متسارعة شهدتها الساعات الأخيرة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية لتصل إلى 100 مليار دولار، وبرر هذا الإجراء بأن الصين لم تقم بما يكفي لضبط سلوكها السيء بحسب تعبيره. من جهته رد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على الإجراءات الأمريكية مؤكدا أن إدارة ترامب أخطأت حينما اختارت ضرب الصين بالعقوبات التجارية. الصين والولايات المتحدة دولتان كبيرتان في العالم، يجب أن يحترم كل منهما الآخر وأن يتعامل كل منهما مع الآخر، وقد اختارت الولايات المتحدة الهدف الخطأ بضرب الصين عن طريق العقوبات التجارية. التهديدات المتبادلة بين واشنطن وبكين بدأت قبل 10 أيام تقريبا بعدما أعلنت الصين فرض 25% رسوما جمركية على 106 من البضائع الأمريكية ردا على قرار أمريكي بفرض جمارك إضافية على 1300 منتج صيني، وبذلك أظهرت الدولتان عدم التراجع عن مواقفهما والقتال حتى النهاية للدفاع عن مصالحهما بحسب ما يرى كل فريق، وهو الأمر الذي أبدت الأمم المتحدة الكثير من المخاوف حياله. نأمل أن تكون هناك فرصة لتهدئة التوتر وأن تمضي واشنطن وبكين قدما إلى الأمام، لأن أي شيء غير ذلك سيكون له أضرار سلبية علينا جميعا. في ظل الحرب التجارية المتصاعدة يبرز التساؤل عن عواقب الصدام بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وإلى أي مدى سيتأثر الاقتصاد العالمي؟